إنها الحرب لا تبقي ولا تذر، تهدم البيوت، تدمر الأسواق، تقتلع الأشجار، ولا تترك خلفها سوى الركام والحطام، حتى إسفلت الطرقات لا يسلم من شرها. لا فرق إن نظرت إلى الدمار من الأرض أم من السماء، فالمشاهد واحدة والمشاعر واحدة. ما إن وضعت الحرب على غزة أوزارها بجهود مصرية حتى استفاق أهل القطاع على ما حل بهم، وبدل النحيب والعويل دبت فيهم الروح وتحولوا إلى خلايا نحل يرفعون الأنقاض، يفتحون الشوارع، وشرعوا بإعمار ما تهدم. برج الشروق السكني بطوابقه 14 تهدم وخسر فادي محله وعمله ومشروع حياته. أنا فادي كان عندي محل هنا ببرج الشروق، فكنت فتح محل فيه يعني نظام افطار وسندويشات سريعة وإشي زي هيك. كان البرج متكون من 14 طابق، طبعا كان البرج كل البرج زباين عندي، غير الرمال هنا، منطقة الرمال معروفين جوا الرمال. كان هذا مشروع الحياة للواحد. صاروخ واحد دفن تعب وجهد فادي لسبع سنوات وحوله إلى أثر بعد عين. كنت شغال فيه منيح، كنت أنا متزوج وعندي طفل وعندي أسرة وعندي والدي وعندي بيتي الخاص، وكان معيشني يعني، ومش محتاج يعني أي حدا أو أي جهة أروح عليها أطمعوني من حدا. خلص المحل كان هذا مأديني كل احتياجاتي والحمد لله. فأجل القصف زي ما أنتم شايفين العدوان اللي كان على غزة هنا، فتم قصف البرج كله بالكامل، وطبعاً مشروعنا خلاص راح تدمر. محلات وائل الواقعة في شارع عمر المختار بمركز مدينة غزة تضررت كغيرها من القصف. هذا المحل مساحته 300 متر، متوظف فيه 16 نفر متوظفين هنا عندي، تمام، لأنه هذا مساحته 300 متر ومن المحلات المعتمدة والنشيطة والموفقة والناجحة جدا الحمد لله من فضل ربنا. بعد التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين عاد وائل ليحصي الأضرار التي لحقت بمتجره. أنا نشوف حجم الدمار، حجم الدمار مهول. احنا خسائرنا كبيرة جدا، لأنه كمان كنا مستعدين للعيد، كل عام وانت بخير، عيد الفطر هذا من أهم المواسم على مدار السنة، من أهم المواسم على مدار السنة، وكنا مبضعين ومجهزين حالنا، وخسائرنا تتعدى 300 ألف دولار، تتعدى. هذا مساحة كبيرة ومضغوط بالبضائع. لم تتوقف الخسائر على البضائع، فالعاملون فقدوا وظائفهم ومصدر عيشهم الوحيد. عندي 16 موظف، أنا عندي 16 موظف هايهم مصفطين على الباب، كلهم بخليك تسألهم بالواحد، هايهم كلهم مساكين بيجوا بيقولوا لي عم ابو امين احنا بدنا نيجي ولو بنوقف على الباب، لو بنعمل اي شيء، احنا مش قادرين نقعد في البيوت، ايش بدي اعمل؟ تعالوا يا عمي اوقفوا لحد ما نشوف كيف بدنا نقدر نفرغ هالمكان ونرجع ننشط هالمكان ونبنيه من تاني. طلال كغيره من ابناء غزه عينه على المستقبل، فاوقد غازه واعاد الحياه الى بسطته ليقدم أطعمته طازجة لصغار الغزاويين وكبارهم. برغم الألم ورغم الجراح هينا رجعنا على شغلنا، برغم أننا تعطلنا 10 أيام أو 11 يوم طيلة أيام الحرب والعدوان على غزة، وراحة الدم لسه ما زالت موجودة والدمار ما زال شاهد على العدوان، ولكن إحنا ديمة عمرنا صامدين، حنضلنا صامدين لآخر نفس، عمرناش بنستسلم، وحنضلنا ونرجع نشتغل ونرجع نعمرها. من تحت الركام يخرج أهل غزة ليعمروا ما دمرته الطائرات الإسرائيلية، وكلهم أمل أن تنتهي الحرب نهائيا وترحل أيامها إلى غير رجعة، فالخير كل الخير كامن في عودة السلام.